انطلاق فعاليات اليوم الأول من مسابقة حظ ولا شطارة للمرحلة الابتدائية والإعدادية بالسويس. وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، انطلقت في محافظة السويس فعاليات اليوم الأول لمسابقة حظ ولا شطارة، والتي يجري تنظيمها برعاية المحافظ اللواء عبد المجيد صقر بمشاركة عدد من القيادات التعليمية بالمحافظة. وأثنى ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس على المسابقة وتوفير كافة وسائل الاستعداد المعنوي للطلاب والطالبات المشاركين بالمسابقة، كما أكد على ضرورة الالتزام بضوابط وشروط المسابقة وعلى رأسها الموضوعات التي تهدف لتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف أستاذة منال علي، مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالسويس. برحب بحضرتك يا فندم على شاشة قناة مدرستنا 3. أهلا بيكم وأهلا بجمهوركم الكريم، وبجد يعني أنا سعيدة جدا لانضمامي معاكم دلوقتي. لنا الشرف يا فندم. كلمينا في البداية عن المسابقة وشروطها والهدف منها ولماذا سميت بهذا الاسم. أول حاجة أنا هبدأ لماذا سميت بهذا الاسم، ماشي؟ تمام. هي سميت بهذا الاسم طبعاً أنا من قناة مدرستنا، أنا متابعة جيدة للقناة وولادي كمان، فجاء من هنا إن ولادي قعدوا يتناقشوا الحظ ولا الشطارة. بدأت تدخل في دماغي وبدأت أحدد إن دي، وبتابع المسابقة بتاعتكم، بدأت أحدد إن دي ممكن إن أنا أعملها في المدارس وأخلي الولاد يقولوا لي إيه الحظ ولا الشطارة، ويبقى الاستبيان بتاعي على أرض الواقع. تمام. ومن هنا جات لي فكرتها، وكنت عايزة أجدد فيها، فكانت فكرتها إلكتروني لأول مرة بين الطلاب إن الأسئلة تكون بطريقة إلكترونية. تمام. ومعروضة قدامهم. كان الهدف منها روح التنافس بين الطلاب. طبعا كان الوزير عندنا، معالي الوزير التربية والتعليم كان موجود عندنا في السويس واجتمعنا معي، فكان بيقول لنا إن إحنا نقدر إن إحنا نحشد الطلاب ونحببهم في جو المدرسة. فإن المسابقة دي بدأت إن هي تنزل المدارس الأول قبل ما تيجي التصفية عندنا في المديرية. بدأوا إن هم يصفوهم، وبدأوا كل المدارس كانت المعلومات العامة هي الأساس فيها للطلبة، فبدأوا الأولاد يحبوا الفكرة، وبنعمل فيديوهات وبننزلها على صفحة المديرية وننزلها على المدارس. بدأوا الأولاد يتشدوا لها، شجعتهم على القراءة، تعودوا على، يعني أولاد حضرتك هم السبب في الاسم. أيوه. ليهم التحية هنا من قناة مدرستنا 3. طيب. اتفرجوا على قناه مدرستنا المسابقه بتاعتكم. ده حاجه عظيمه يا فندم. اولا يعني واضح ان هم ان شاء الله يكون لهم مستقبل كبير كمان وعندهم فكر. هم اللي حطوا شروط المسابقه بقى ولا حضرتك؟ نعم. شروط المسابقه والهدف منها هم اللي حطوها ولا حضرتك؟ لا انا طبعا. طب قولي لي بقى شروط المسابقه والهدف منها يا فندم. الهدف منها كان روح التنافس، تثبيت روح التنافس بين الطلاب، تنميه حب الوطن، لان انا من خلال المسابقه بعمل فقره بعد السؤال الخامس، بعمل ان هي شروطها ان هو 5 من كل فريق. تمام. في واحد احتياطي، في موهبه للتربيه الفنيه. التربيه الفنيه دي اثناء بيروحوا مكان تاني بيبداوا يرسموا حاجات عن الوطن والكلام ده كله. فمن هنا بدات ان هي الشروط بتاعتها تبقى محطوطه ان هي تشجع المواهب بالنسبه للطلاب. بعمل في الغناء، بعمل موهبه في الالقاء، كل ده الحب الوطن. عظيم. مهم جدا اشراك اولادنا، وكمان اشراك اولادنا سواء في البيت او كمان في التعليم، حاجه عظيمه. في اي المجالات؟ المجالات كلها. حضرتك قلت لي الفن بس ولا في رياضه، ولا كلمينا عن كل المجالات؟ بص حضرتك، انا اول حاجه اللي هي التربيه الفنيه دي برضو ليها درجات. عندي الالقاء والغناء دي بتبقى مواهب بتتركي في المدارس طبعا، يعني كان بس. تمام. مجالات المسابقة مجال بتبقى معلومات عنها، ثقافي، رياضي، فني، تاريخ، كل حاجة، من أكون، كل حاجة، الأسئلة متنوعة. حاجة عظيمة، عظيمة جدا. أستاذة منال علي، مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالسويس، نشكر حضرتك على هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات.